فريق سبار علم عمل إبداع الحالة الثالثة من الهوموجينيوس إذا كانت اللمدا إز كومبلكس ايجن فاليو اللي هو لمدا تساوي الفا زائد ناقص بيتا اي فالجنرال سوليوشن بده يكون اكس تساوي اكس 1 سي 1 زائد اكس 2 سي 2 طبعا هنا اكس 1 تساوي اي e قوه الفا في تي أه ضرب الريال بارت تبع الكي اللي هي الار اي للكي في كوساين بيتا تي ناقص اي ام الكي ساين بيتا تي طيب بالنسبة للـ I M للـ K هي عبارة عن هي عبارة عن الـ imaginary part of K يعني كيف إلها قيمة الجزء التخيلي منها هذا هو الـ I M بالنسبة للـ real part أو الـ R E للـ K هي عبارة عن الـ real part of K الجزء الحقيقي من الكي هو الـ يعني الريال بارت فبنعوض بس بالمعادلة النهائية طب هسه بنشوف مثال وبصير ان شاء الله اوضح طيب أه، سولف دي اكس على دي تي اعطاني هنا ماتريكس ومضروبه في اكس طبعا هاي الاي أه، زي ما بنلاحظ الماتريكس أه، يعني مكتوبه على أه الفورم او الجنرال فورم اللي هو دي اكس على دي تي تساوي اي اكس زائد اف اوف تي فهي اصلا مكتوبه على هاي الصيغه فانا ما بغير فيها شيء يعني مش زي قبل كنا نسوي معادلات ونحول معادلات ماتكس فهي مكتوبه اصلا بالصيغه فاحنا بنحل مباشره طبعا هنا عندي ما في اف اوف تي بالتالي أه تعتبر اللي هي ايش هوموجينيوس لانه اف اوف تي تساوي زيرو طيب نحل السؤال اول شيء بنطلع لمدا بنقول اي ناقص لمدا في i تساوي زيرو أه لمدا اي لمدا اي تساوي لمدا زيرو زيرو لمدة. طيب ايه ناقص لمدا اي تساوي اثنين ناقص لمدا اه ثمانية ناقص زيرو سالب واحد ناقص زيرو سالب اثنين ناقص لمدا طيب هسه بدنا نطلع لهاي آه لهاي الماتريكس نقول الديتيرمين لأي ناقص لمدا في أي تساوي زيرو طيب كم نطلعها اثنين ناقص لمدا سالب واحد ثمانية سالب اثنين ناقص لمدا قلنا بنضرب اثنين ناقص لمدا في سالب اثنين ناقص لمدا تساوي اثنين ناقص لمدا سالب اثنين ناقص لمدا هذه سالب هاي من القانون، ثمانية في سالب واحد. وتساوي زيرو. طيب. سالب أربعة سالب اثنين لمدة. زائد اثنين لمدة زائد لمدة تربيع. زائد ثمانية تساوي زيرو. طيب. لمدة تربيع. زائد أربعة تساوي زيرو لمدة تربيع تساوي سالب أربعة لمدة تساوي زائد ناقص اثنين أي ليش اثنين أي أنا عندي سالب أخذت الجذر للسالب بالتالي بده يكون عندنا آخر شيء اللي هو الأي طيب هسا سالب زائد ناقص اثنين أي معناها إنه الألفا تساوي زيرو لأنه هون أنا ما عندي ألفا ما عندي أي عدد بالتالي زيرو البيتا تساوي اثنين طيب هسه بنطلع الك A اه ناقص لمدة أي في اكس تساوي 0 A ناقص لمدة هاي اللي هي A ناقص لمدة اثنين ناقص لمدة لأن ثمانية سالب واحد سالب اثنين ناقص لمدة الاس قلنا نفرضه اللي هو A1 A2 لأنه يعني قلنا x لا تساوي 0 طبعا هذا عشان نطلع k هذا كله يساوي 0 طيب هسه في عندنا معادلتين اه اثنين او قبل اثنين بدنا نعوضها فور لمدا تساوي لمدا كم طلعناها؟ زائد ناقص 2 اي احنا بس نعوض بنعوض بزائد 2 لما نعوض بنعوض اه زائد 2 اي يعني احنا بنعوض بزائد 2 اي هذا بنيجي نعوض اثنين ناقص هاي الناقص من 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 القانون نفسه يعني لمدا اثنين اي انا ثمانية سالب واحد سالب اثنين ناقص اثنين اي a1 a2 تساوي 0 طيب طيب هسه بنكتب المعادلات هنا عندنا 2 ناقص 2 اي مضروبه في a1 زائد 8 مضروبه في a2 وتساوي 0 هاي المعادله الاولى المعادله الثانيه نضرب طبعا بنضرب صف بعمود سالب a1 زائد او ناقص زائد a2 في سالب 2 ناقص 2 اي ويساوي 0 هسه زي ما قلنا بنختار المعادله اللي اسهل لي طيب المعادلة الثانية أسهل من المعادلة الأولى فبنختار المعادلة الثانية. في المعادلة الثانية إذا عوضت الـ A1 بزيرو معناته الـ A2 راح تطلع زيرو أنا هيك ما استفدت شيء فأنا ما بعوض آه يعني ما بعوض بزيرو. بينما لو عوضت الـ A1 مثلا أو لو عوضنا مثلا A2 أنها تساوي واحد فالـ A1 تساوي عوض هاي واحد بالتالي A1 تساوي ناقص اثنين ناقص اثنين I هسا انا ممكن اعوض الاي 1 انها بتساوي واحد بس اذا عوضت الاي 1 تساوي واحد a 2 بدها تطلع واحد على ناقص اثنين ناقص اثنين اي فلا فلو عوضنا اي 2 تساوي واحد المعادله بتصير اسهل يعني بتصير ابسط طيب هسا الكي تساوي a1 a2 وتساوي الـ a1 سالب 2 اثنين, سالب 2i اثنين a2 اللي هي 1 طلعنا الكي طيب هسه زي ما قلنا في الجنرال سوليوشن اللي هو x تساوي x1 c1 x تساوي x1 c1 زائد x2 c2 طبعا x 1 بحتاج الريال بارت ال k والايمجنري بارت ال k فلا بدنا نطلع الريال بارت والايمجنري بارت من ال k طب هي عند ال k تساوي ناقص 2 ناقص 2 i على 1 طيب هسه بدنا نفصل بين الريال بارت والايمجنري بارت هانا عندنا الريال بارت هو عباره عن سالب 2 و1 هاي الأعداد الحقيقية إذا كي تساوي سالب اثنين واحد هذول الريال بارت فحطتهم مصفوفة لحال زاد الامجيني بارت اللي عندي في في العنصر اللي فوق اللي هو سالب اثنين اي انا ما عندي ايمجيني بارت بالتالي بنعتبره او هو زيرو اذا ما كان عندي اذا بالتالي هو زيرو طيب هسا بدي اتاكد بما انه هاي المصفوفه طبعا هي عباره عن صفين بعمود وهاي المصفوفه صفين في عمود فممكن اجمع الماتريكس بجمع كل عنصر مع العنصر المقابل له سالب 2 زائد ناقص 2i هي ناقص 2 ناقص 2i 1 زائد 0 اللي هي 1 هي موجوده هون معناته انا بس ما غيرت بس انه مجرد فصل اذا هنا صار عندي ريال بارت وهنا اللي هو الايمجري بارت هسه بدنا نعوض في القانون اللي هو x تساوي x1 c1 زائد x2 c2 x1 تساوي اي e قوة الفا في تي في الريال بارت للكي في كوساين بيتا تي ناقص الامجنري بارت للكي في ساين البيتا تي طيب وتساوي هاي الاكس 1 طيب هسا الالفا عندي زيرو بالتالي ايش الحد هذا كله بيصير واحد فالريال بارت هي الريال بارت عندي اللي هو سالب اثنين واحد للكي مضروب في كوساين البيتا كم البيتا اثنين تي ناقص الايماجينري بارت اللي عندي اللي هو ناقص اثنين اي وزيرو مضروب في ساين البيتا اللي هي اثنين في تي اكس تو تساوي اي قوة الفا في تي ضرب الايماجينري بارت للكي في كوساين بيتا تي ناقص الريال بارت الكي في ساين بيتا تي طيب هي نكمل هنا في تعديل بسيط بس القانون هنا زائد هو القانون اصلا زائد وهنا بالنسبه لي اللي هو الكي آه الايمجنري بارت طبعا هذا كله ايمجنري بارت معناته الاي بدها تكون هاي هاي كمان بدون اي بس هذا التعديل طيب هسه بدنا نوجد او بدنا نكمل هو الاكس 2 تساوي اي قوى الفا قلنا الفا زيرو معناته اي قوى زيرو واحد الايمجنري بارت اللي عندنا اللي هو سالب اثنين وزيرو للكي في كوساين بيتا اللي هي اثنين تي زائد الريال بارت اللي هو سالب اثنين واحد في ساين اثنين تي طيب اذا اكس تساوي اكس ون سي ون زائد اكس تو سي تو هاي اكس كاملة وهاي هاي اكس ون اكس طيب فممكن نبسطها اكثر من هيك اكس ون و اكس تو ممكن نضرب الكوساين هان فممكن مثلا نقول سي مضروبة في سالب 2 كوساين 2 تي أنا كوساين 2 تي طيب أنا هيك بس وزعت آه وزعت الكوساين داخل الماتريكس هالنفس نفس الشيء نوزع الساين فلما وزع الساين ووزع الكوساين الماتريكس بينهم علامة علامة طرح يعني جمع وطرح وهاي الماتريكس اثنين بواحد وهاي الماتريكس اثنين بواحد فأنا بقدر أجمع كل حد مع الحد المقابل له يعني هاي عبارة عن هيك زائد ناقص اثنين ساين تو تي هنا الساين في زيرو هي هنا عندي اثنين بواحد وهنا اثنين بواحد فأنا بقدر أجمع التو ماتريكس مع بعض اه زائد سي تو اللي هي الاكس تو بعديها بنعوض سالب اثنين كوساين اثنين تى انا زيرو زاد نوزع سين ناقص اثنين سين اثنين تى سين اثنين تى هذول الحدود ممكن اجمعهم مع بعض هذول الحدود كمان ممكن اجمعهم مع بعض يعني لو بنجمعهم لو بنجمعهم نقول انه اكس تساوي اكس تساوي سي 1 ضرب سالب 2 كوساين 2 تي زائد ناقص 2 ساين 2 تي على نفس الرئيس كوسين 2t زائد 0 طبعاً هذا كله زائد C2 كمان الأناصر هاي بقدر أجمع سالب 2 كوسين 2t ناقص 2 ساين 2t 0 زائد ساين 2t وبس هيك بكون انتهى الحل هذا يعني تبسيط لو تركتها زي ما هيك كمان حل لك صح مش غلط بس هذا يعني تبسيط أكثر للحل طيب هسه عندنا اللي هو النون هوموجينيوس النون هوموجينيوس طبعا نفس الجنرال فورم اللي هو دي اكس على دي تي تساوي اي اكس زائد اف اوف تي طبعا بس هنا عندنا اف اوف تي لا تساوي زيرو اف اوف تي لا تساوي زيرو بالتالي اكس اللي هو الجنرال سوليوشن تساوي اكس اكس اتش زائد اكس uh, بي طيب الاكس اتش هي عباره عن اللي هي الهوموجينيوس سوليوشن فاحنا بنعتبر انه الاكس بي اصلا مش موجوده فبنحل المعادله كانه مجين يا سادي آه بعد نوجد الاكس بي الاكس بي بتعتمد على الاف F... أه بتعتمد على الاف اوف تي الاكس بي بتعتمد على الاف اوف تي هسه بنشوف مثال أه سريع طيب سولف اعطاني هنا ماتريكس طيب هنا عندنا قال لي اكس برايم تساوي اعطاني هالماتريكس هاي اللي هي A زائد طبعا كل الحد هذا عباره عن F اف اوف تي طيب هسه انا عندي طبعا اللي هو الجنرال فورم اللي هو دي اكس على دي تي تساوي اي اكس زائد اف اوف تي فهي اصلا مكتوبه على صيغه الجنرال اللي هي الجنرال فورم فخلاص بتركها زي ما هي وببدا بحل السؤال اول شيء بدنا نطلعه اللي هو اول شيء بنسويه بدنا نطلع الاكس هوموجينيوس اللي هو ايش؟ ات اف اوف تي تساوي زيرو عند الاف اوف تي تساوي زيرو فنقول اكس تساوي اكس برايم تساوي واحد زيرو زيرو اثنين في اكس زائد زيرو نحل المعادلة هاي كأنها هوموجينيوس طيب كيف نبدأ الحل؟ بدنا نطلع أول شيء اللمدة بدنا نقول لمدة أو A ناقص لمدة في I الديتيرمن إلها تساوي زيرو طيب أه, لمدا اي تساوي لمدا زيرو لمدا زيرو اي ناقص لمدا اي تساوي واحد ناقص لمدا أه, زيرو وهنا زيرو هنا لمدا او اثنين ناقص لمدا اثنين ناقص لمدا هاي الاي طيب هسا بدنا نطلع الديتيرمين للماتريكس ديتيرمين ل ناقص لمدا I يساوي واحد ناقص لمدا ضرب اثنين ناقص لمدا ناقص هاي ناقص من القانون زيرو في زيرو هاي زيرو ويساوي زيرو معناه أن واحد ناقص لمدا اثنين ناقص لمدا تساوي زيرو لمدا تساوي واحد لمدا تساوي اثنين طلعنا قيم لمدا قيم لمدا عندي مختلفة. معناته بدنا نحل على أول حالة أخذناها الكيس الأولى اللي هو الجنرال سوليوشن هيكون x تساوي c1k1e قوة لمدا 1 في t زائد c2k2e قوة لمدا 2 في t. طيب بدنا نطلع الk1 والk2 كيف بدنا نطلعهم من خلال القانون ا ناقص لندا i في x تساوي 0. طيب هسه بدنا نطلع كي1. ا ناقص ا ل... ناقص لندا i هي موجوده عندي هان طلعناها. بنقول ا ناقص لندا i تساوي اللي هي 1 ناقص لندا انا زيرو زيرو 2 ناقص لندا بنعوض اول شيء 4 ولهنا 4 لندا تساوي لمدة تساوي آه واحد لما مكان لمدة واحد آه وهنا نضربها زي ما قلنا باكس اكس لا تساوي زيرو بدنا نرمز لها اي 1 اي 2 وتساوي زيرو طيب اي ناقص لمدة بدنا قلنا لمدة تساوي واحد واحد ناقص واحد زيرو انا زيرو زيرو اثنين ناقص واحد واحد انا a1 a2 تساوي زيرو طيب نطلع القيم زيرو في a1 زائد زيرو في a2 يساوي زيرو هل عندك زيرو a1 a a2 يساوي ما زيرو طيب هلا بدنا نفرض ممكن نفرض الـ A2 مثلا تساوي واحد أو الـ A1 تساوي واحد هتطلع الثاني تساوي هتطلع الحد الثاني يساوي زيرو فأنا مثلا ممكن نقول مثلا بنعوض في المعادلة الأولى الـ A1 تساوي واحد عوض A1 تساوي واحد A2 تساوي زيرو تمام إذا K تساوي A1 A2 وتساوي واحد وزيرو حسنا نعوض فور لمدة تساوي فور لمدة تساوي قيمة ثالثة لمدة كانت لو اثنين نعوض بالقانون A ناقص لمدة في I في X تساوي زيرو طيب A ناقص لمدة I هي عبارة عن واحد ناقص لمدة زيرو زيرو اثنين ناقص لمدة هيكون مضروبة ب A1 A2 وتساوي زيرو طيب خلينا أول مكان لمدة لمدة تساوي اثنين واحد ناقص اثنين هي ناقص واحد هنا زيرو زيرو اثنين ناقص اثنين هي زيرو A1 A2 تساوي زيرو سالب واحد A1 زائد 0 A2 تساوي 0 هاي المعادلة الأولى المعادلة الثانية A1 في 0 زائد 0 في A2 تساوي 0 طيب هسا أول شي فرضنا يعني أول شي كان طلعت معنا قيمة A1 تساوي 1 هنال الثانية نفرض A2 تساوي 1 نفرض أنه A2 تساوي 1 هتطلع معنا قيمة A1 تساوي أكيد 0 طيب انا هنا بقدر افرض انه a1 تساوي 1 هسه انا ما بقدر افرض زي هيك ليش؟ لانه اذا طلعت هنا a1 تساوي 1 a2 هتطلع تساوي 0 معناته ايش؟ معناته انك يعني يعني انه كانه انا حليت بالطريقه آه اللي هو بالطريقه الثانيه اللي يعني هي لما كنا نطلع k1 كنا نطلع k2 هاي الطريقة الثانية لما كنا نطلع k1 و k2 بتكون عنده لمدا 1 تساوي لمدا 2 وهذا الشيء بياثر على الكي طيب هسه انا عندنا سالب a1 زائد 0 في a2 تساوي 0 المعادله الاولى المعادله الثانيه 0 في a1 زائد 0 في a2 تساوي ويساوي 0 طيب هسه انا فرضنا a2 تساوي 1 عكس اللي فوق عشان تطلع k1 k 2 مختلفات ما يطلعوا متشابهات هان آه عندنا XH h تساوي c1 k1 في اي e قوه لمدا 1 في t زائد c2 k2 في اي e قوه لمدا 2 طيب بنعوض مباشره في المعادله الهوموجين زي ما حلينا قبل تطلع معنا هاي المعادله هسا بدنا نطلع الاكس بي عشان نطلع الاكس بي زي ما اخذنا اول شيء انه الاكس بي بتعتمد على الاف اوف تي الاكس بي بتعتمد على ال بتعتمد عفوا على الاف اوف تي فشو بدنا نسوي نرجع نكتب المعادله من اول وجديد نقول انه اكس برايم تساوي واحد زيرو زيرو اثنين في اكس زائد سالب اثنين انا عندك اربعه تي زائد ثلاث سالب واحد طيب طبعا هذا الحد اللي هو ايه انا عندي اكس هاي كامله عباره عن اف اوف تي انا شو بدنا نسوي بدنا نطلع او نوجد الاكس بي كيف بدنا نوجدها؟ زي ما اخذنا انه الاكس بي او زي ما قلنا انه الاكس بي بتعتمد على الاف اوف تي فبنيجي هنا عند الاف اوف تي هنا عندي اعداد ثوابت اللي هو سالب 2 وأربعة فانا بفرض عند الاكس بي نفس الإشي يعني مثلا سالب 2 بدي احط مكانه اي رمز الاربعة بدي احط مكانها بي هاي كلها مضروبة في تي خلاص بخليها ضرب تي زائد ثلاث وسالب واحد ثلاث كمان رمز ثابت اذا ثلاث خلينا نقول مثلا نسميه سي والواحد سالب واحد بنسميه دي. هاي الاكس بي. الجنرال سوليوشن قلنا بيساوي اكس اتش زائد اكس بي، هسا انا لازم اطلع القيم تبعت اي وبي وسي ودي. شو بدنا نسوي؟ بدنا نشتق المعادله هاي عشان نعوض، كيف ممكن نسوي بالسكند اوردر؟ كنا نطلع الواي بي بعدين نشتق مره ومرتين ونرجع نعوض في المعادله، هاي بدنا نسوي نفس الاشي. هسا انا عندي الاكس بي، انا عندي الاكس برايم تساوي فبنقول الاكس بي برايم ليش بدي أستقى؟ لانه انا شو بدي اسوي بدي احط او بدي اعوض مكان الاكس الموجوده عندي اكس بي وبدي اعوض مكان الاكس برايم اكس بي برايم عشان اوجد الاي بي سي دي طيب الاكس بي برايم شو بتساوي طبعا هانا عندي ايش آه هانا عندي تي اللي هو المتغير متغير كيف لما نقول مثلا 2 اكس شو مشتقه 2 اكس 2 هاي نفس الشيء شو مشتقه الاي في تي ايه مشتقة البي في تي؟ بي زائد هذول ثوابت ما بالتالي مشتقتهم بدها تكون زيرو اذا المشتقة مشتقة الإكس بي هي عبارة عن ب زائد زيرو طيب هسا بدنا نعوض في المعادلة طبعا الـ T هاي بتتوزع داخل ماتريكس بنعوض هسا في المعادلة الإكس برايم نعوض مكانها إكس بي برايم فبدنا نقول الإكس برايم اللي هو مكان إكس بي برايم اللي هي بتساوي ب وتساوي الماتريكس A ما بغير عليها شيء 1 0 0 2 مضروبة في X مكان الـ X بنعوض X B هي إيش؟ A B هنا T زائد C D زائد هنا عندي الـ F الاقترام بدلالة T بخليه كمان زي ما ما بغير عليه شيء T زائد 3 سالب واحد طيب هسه بدنا نبسط الماتريكس شوي يعني طبعا هذا كله مضروب هاي الماتريكس انه هنا الاكس مضروبه في الماتريكس A هذا الاكس بي كلها اللي هي الاكس بي مضروبه بالماتريكس A كامله فبدنا نبسط شكل الماتريكس شوي فبدنا نقول AB تساوي واحد زيرو زيرو اثنين نضرب التي في الاي والبي اذا اي تي وهنا بي تي هسه انا عندي صفين بعمود وهنا كمان صفين في عمود فبقدر اجمع كل يعني السايز متساوي فانا بقدر اجمع كل عنصر مع العنصر المقابل له يعني اي تي بقدر اجمعه مع السي اذا زائد سي البي تي بقدر اجمعه مع الدي بي تي زائد دي زائد سالب اثنين هي اربعة تي زائد ثلاث سالب واحد طيب هنا عندنا الاي بي تساوي هانا عندي تو ماتريكس بدي اضربها طبعا هاي السايز تبعتها اثنين باثنين هاي السايز تبعتها اثنين اللي هو صفين بعمود واحد هانا بينهم جمع مش فواصل هذول جمع اثنين في واحد عمود واحد وصفين يعني هذا هيك كله عمود واحد مش عمودين. طيب قلنا عشان نتأكد إذا بقدر أضرب شو ماتريكس ولا لا بنشوف لازم يكون عدد الأعمدة في الماتريكس الأولى يساوي عدد الصفوف بالثانية. والماتريكس المحصلة هتكون الأرقام الباقية، يعني هانا عندي 2 تساوي 2 معناته بقدر أضرب المحصل شو بده يكون ناتج المحصل؟ عبارة عن ماتريكس السايز تبعتها 2 في 1. فبدنا نضرب صف في عمود. واحد ضرب اي تي زائد سي اي تي زائد سي او اي تي زائد سي ضرب واحد آه بيطلع له اي تي زائد سي طيب بي تي زائد دي في زيرو هذا طبعا نقول اللي هو زائد اي تي او بي تي زائد دي في زيرو طيب نيجي للثاني العمود الأول بالصف الثاني. اي تي زائد سي بزيرو اي تي زائد سي في زيرو. طبعا هذا كله هيك مضروب زيرو. زائد اثنين ضرب بي تي زائد دي. زائد سالب اثنين اربعة تي زائد ثلاث سالب واحد AB تساوي ونضع حد هيك راح بيضل هنا اي زائد سي ها نفس الاشي اثنين ب زائد اثنين بي زائد اثنين دي زائد سالب اثنين أربعة تي زائد ثلاث هان سالب واحد أي تساوي هسه بدنا نجمع جمع عادي طبعا هاي التي بقدر ادخلها هان وهان آه يعني بضربها ضرب عادي فهنا بنقول عندك هاي الماتريكس آه يعني صفت عملية جمع آخر شيء بنجمع الماتريكس كلها هاي الماتريكس كم اثنين صفين بعمود وهاي كمان صفين في عمود وهاي كمان الماتريكس صفين في عمود هاي طلعناها من المحصله صفين في عمود فبقدر اجمع كل الماتكس هذول مع بعض فبقدر اقول اي تي زائد سي ناقص 2 تي زائد 3 هاي ماتكس الاولى الثانيه 2 بي تي زائد 2 دي زائد 4 ناقص زائد 4 تي ناقص 1 ايه بتكون خلصت الماتريكس طيب هسه انا عندي حاله حاله المساواه كل عنصر يساوي العنصر المقابل له كل عنصر بيساوي العنصر المقابل له يعني هاي مثلا صف اول عمود اول هذول كل العنصر هذا اللي هو أ تي زائد سي ناقص 2 تي زائد 3 كل هذا صف اول عمود اول فشو بنقدر نحكي انه اي تساوي اي تي زائد سي ناقص 2 تي زائد 3 طيب هسه شو بدنا نسوي بدنا نشوف العناصر او الارقام او الثوابت اللي عواملها تي اللي على اليمين وعلى و... وعلى اليسار هذول بيساووا بعض يعني مثلا اي تي كيف مثلا لما اقول مثلا 2 اكس تربيع زائد بي اكس مثلا زائد ثلاث يساوي ك اكس تربيع زائد ثلاث اكس زائد سي هسا انا هنا عندي مساواه شو يعني مساواه؟ معناها انه عامل الاكس تربيع اللي هان لازم يساوي معامل الاكس تربيع اللي هان بالتالي هنا ك تساوي اثنين نفس الاشي هان عندي مساواه معناته معامل الاكس موجود بالطرف الايمن يساوي او بالطرف الايسر يساوي معامل اكس بالطرف الايمن معناته انه بي تساوي ثلاث هل نفس الشيء في عامل مساواه معناه انه الثابت الموجود آه في الطرف الايسر يساوي الثابت الموجود في الطرف الايمن معناه انه سي تساوي ثلاث فهمنا نسوي نفس الشيء معامل تي في الاطراف بده يتساوى يعني هانا شو شو معاملات تي 2 زائد او ناقص 2 زائد A تساوي الطرف اللي هان فيش فيه تي اصلا معناته عوامل تي بالطرف الثاني تساوي زيرو معناته شو بنحكي انه A تساوي 2 هيك طلعنا ايه طيب هسه بدنا نكمل 3 وهنا عندي سي و اذا A تساوي طبعا ايه عبارة عن ثابت هان انه مش مضروب بشيء وهنا كمان سي عبارة عن ثابت والثلاث عبارة عن ثابت الـ A تساوي C ناقص أو عفوا زائد ثلاث الـ A طلعت أصلا اثنين بالتالي C تساوي الوش اثنين ناقص ثلاث واللي هي ماينس واحد هيك بكون طلعت A وطلعت C طيب طيب هناك بنكون طلعنا إيه وطلعنا C طيب بس نشوف المعادلة الثانية اللي عندنا المعادلة الثانية نفس الاشي أنا عندي B موجود في الصف الثاني العمود الأول طبعا العنصر اللي هو 2 بي زائد 2 دي زائد 4 تي ناقص واحد هذا عبارة عن صف ثاني كله موجود في عمود واحد بالتالي البي تساوي العنصر المقابل لها فبنقول هنا انه بي تساوي 2 بي تي زائد 2d زائد 4t ماينس 1 طيب هسه بدنا نشوف انا عندنا t وهنا عندنا t في الطرف الايسر ما عندي t بالمره بالتالي 2b اللي هو معامل t هذا معامل t 4 زائد 4 تساوي او يساوي 0 بالتالي هان نقول انه b تساوي سالب اثنين طيب هيك ايه بنكون طلعنا بي نشوف اللي هو الثوابت اللي عندنا بي هاي عبارة عن ثابت وهنا اثنين دي دي كمان عبارة عن ثابت اثنين دي وهنا عندك ناقص واحد طيب البي طلعناها سالب اثنين عوض البي سالب اثنين تساوي اثنين دي ناقص واحد بالتالي ناقص واحد يساوي اثنين دي، دي يساوي سالب نص. هيك بنكون طلعنا دي. طيب، إذا الأ تساوي اثنين، ب تساوي سالب اثنين، س تساوي سالب واحد، د تساوي سالب نص. بعد ما نطلع القيم، نرجع على الإكس بي. قلنا اول إشي الاكس بي لما طلعناه شو قلنا الاكس بي تساوي اكس بي تساوي اي كل مضروب في تي زائد سي دي هيك طلعناه هيك طلعنا, طلعنا الاكس بي اول شيء اللي هو اي بي في تي زائد سي دي هسه بنعوض بالقيم تعويض مباشر اكس بي تساوي 2 سالب 2 في تي زائد سي اللي هي سالب واحد وهنا سالب نص طيب هيك ايه طلعنا الاكس بي هسه الاكس اللي هو جنرال سوليوشن تساوي اكس اتش زائد اكس بي وتساوي الاكس اتش شو شو طلعناها هو اللي فيه الاكس اتش تساوي وتساوي C1 واحد زيرو اي قوة لمدة اه واحد في تي زاد سي تو زيرو ون اي قوة اثنين تي هاي الإكس اتش زائد الإكس بي اثنين سالب اثنين في تي زائد سالب واحد سالب نص هيك بنكون اوجدنا او طلعنا الجنرال سوليوشن للمعادله طيب هسا عندنا هنا سؤال سريع عندنا هنا معادلتين بس نشوف كيف نحول هذول المعادلتين لماتريكس وكيف نطلع صيغه الاكس بي طيب هسا قلنا هم في المعادلتين اول شيء بنكتب المعادلات اللي هو اكس تساوي اكس واي دي اكس على دي تساوي دي اكس سمول دي dy small على dt طبعا والجنرال فورم اللي هو ايش آه دي إكس كابيتال على dt تساوي او يساوي اي إكس زائد f اوف تي طيب هسه نيجي على السؤال عندي هنا اللي هو 5x زائد 3y وهنا عندي كمان اللي هو ناقص x زائد y هذول زي ما اخذنا هذول عباره عن ايش a اي في x a ضرب x شو كنا نسوي كنا نفصلهم عن بعض فكنا نقول دي اكس على دي تي زي ما اخذنا هي عبارة عن عن دي اكس كابيتال على دي تي وتساوي عو... معامل... عوامل الإكس اللي هو خمسة وسالب واحد عوامل الواي ثلاثة وواحد هاي ضرب ايش ضرب إكس واي تأكد من حلك اضرب صف بعمود خمسة إكس زائد 3 واي هنا صف بعمود اللي هو اكس في سالب واحد سالب اكس واي في واحد زائد واي اذا سالب اكس زائد واي طيب زائد نيجي الاف اوف هنا عندي اي قوة تي وهي مشتركة يعني هان موجود وهان بالتالي عواملها ايش بتكون اللي هي سالب اثنين واحد سالب اثنين واحد هاي عواملها مضروبة في ايش سالب او اي قوة سالب تي طيب نيجي بعدي أن هنا سالب خمسة تي انا فوق ما عندي اي شيء مضروب بتي بالتالي بيكون يكون هنا عندي ايش زيرو في تي زيرو ضرب تي يعني تساوي زيرو فهي زيرو اصلا فنقول زائد انا عندي زيرو سالب خمسة ضرب تي زائد انا عندي الثوابت اللي هي واحد واحد طيب اذا هاي انا ايه هاي اكس هاي اف اوف تي فصيغه المعادله نفس آه، نفس صيغه الجنرال فور طيب بس نطلع الاكس بي قلنا الاكس بي تعتمد على الاف اوف تي بالتالي الاكس بي تساوي هانا اللي هو الاقتران الاف هانا اول شيء عندي ايش اعداد ثوابت اللي هو اي بي بنرمز هاي الاعداد مضروبه في اي e قوه ماينس تي زائد عندي أعداد زيرو سالب خمسة هو سي دي ضرب تي مضروبة في تي زاد أنا عندي واحد وواحد إي إف مثلا نرمز لها أنا إكس بي هيك طالع من طلعنا الإكس بي من مثلا الإكس بي برايم تساوي هانا اه بدنا نستق سالب إيه سالب بي في إي قوة ماينس تي زاد سي دي هنا عندي تي بالتالي تي بتروح آه هنا عندي مشتقة الثوابت زيرو لان يعني زائد زيرو انا بكون طلعت الاكس بي طلعت الاكس الاكس بي برايم برجع للمعادلة او برجع للماتريكس الاصلية اللي هي هاي اللي انا حولتها بعوض مكان الدي اكس دي اكس على دي تي دي اكس على دي تي بعوض مكانها اكس بي برايم بعوض مكان الاكس اكس بي وبحل المعادلة زي ما حليناها قبل يعني طرف ايمن يساوي طرف ايسر باخذ معادلات بشوف العوامل الثوابت وايش بكون حليت السؤال آه طيب اخر موضوع بالتشابتر الرابع اللي هو الفاريشن اوف باراميتر زي ما اخذنا الفاريشن اوف باراميتر هي حاله خاصه من النون هوموجينيوس آه بالتالي اف اوف تي لا تساوي زيرو الجنرال فورم نفس الجنرال فورم تبع النون هوموجينيوس بالنسبه للجنرال سوليوشن اكس تساوي اكس اتش زائد اكس بي اكس اتش اللي هي الهوموجينيوس سوليوشن اللي هي بتساوي c1k1x1 زايد c2k2x2 بنطلع كي 1 وكي 2 بالنسبة لـ x، x1 هي عبارة عن اي e قوى لمدا 1 في t، x2 هي عبارة عن اي e قوى لمدا 2 في t. طيب الـ بي كيف نطلعها؟ هي عبارة عن الفاندمنتال ماتريكس ضرب آه ضرب تكامل الانفرس الفاندمنتال ماتريكس في الأف اوف تي طبعا بالنسبة للمتغير t. آه طيب ناتج التكامل احنا زي ما بنعرف التكامل غير محدود بيطلع اخر شيء ثابت كنا نقول زائد سي هانا السي هي عباره اللي هي زائد سي عباره عن دي1 على دي2 هاي رمزها يعني بنرمز للرموز او للثوابت اللي ما بنعرفها دي1 ودي2 كيف بنطلع هاي الثوابت من خلال الجيفن من خلال الانيشال بروبلم اللي بيعطيني اياه في السؤال فبنقول انها بتساوي الانفرس للفاندمنتال ماتريكس بنعوض في الانفرس تي نود اللي معطيني اياها بالسؤال ضرب اكس نود الاكس نود زي ما اخذناها قبل هي عباره عن ايش اكس نود سمول في واي نود سمول الفاندمنتال ماتريكس بنطلعها من الهوموجينيوس سوليوشن هسه بنشوف كيف نطلعها فاختصارا للوقت بدنا ناخذ مثال ابلكيشن سيركت والمثال هذا نحله على الفاريشن اوف باراميتر طيب هنا هو معطيني مثال دائره بده يعني اوجد آي 1 و i2 وقال لي هذا في السؤال: assume all currents and charge to zero او to be zero at t equal zero. يعني هو هنا أعطاني بالسؤال إنه اعتبر التيارات اللي هي i1 و i2 عند التايم zero تساوي 0. يعني هو معطيني جيفن بالسؤال. إنه i1 و i2 بدأت من عند التايم zero. فالناس أكيد بده يكون التيارات يكون 0. طيب هو سبد التيارات بدنا نحل كي في ال لوبات طيب نبدا منها طبعا بدنا نتذكر شغلات يعني بشكل سريع الفولتيه للملف تساوي ال دي اي على دي تي الفولتيه للمقاومة هي عبارة عن اي في ار الفولتيه للمكثف او المواسع هي عبارة عن واحد على سي في تكامل I of T dt طيب هسه بدنا ناخذ لوبات نقول من هان نبدا من هان ان آه، هانا ال ال1 دي اي التيار المر فيها اي1 على دي تي زائد انا عندي مقاومه ار1 بمر فيها تيارين اللي هو اي1 ناقص اي2 ليش انا اخذت اي1 لانه انا ماشي في اللوب تبع الاي 1 اي 1 ناقص اي 2 نجي هنا ناقص 12 الفولتي تساوي يساوي زيرو هي المعادلة الأولى طيب نشوف المعادلة الثانية نبدأ منها من الكبستر واحد على سي بتكامل اي التيار بيمشي بالكبستور اللي هو اي 2 تكامل اي 2 دي تي او تكامل اي 2 بالنسبة لتي زائد، عندي هنا R2 بمر فيها تيار I2، إذا R2I2 زائد، هنا عندي R1 بمر فيها تيار I2I1. نقول R1 في I2 ناينص I1 يساوي 0. هاي المعادلة الثانية. هسة احنا بدنا نغير شكل المعادلة بحيث إني أقدر أحل على الماتريكس. شوف مثلا المعادلة الأولى. طيب هنا عندي ال1 دي اي1 على دي تي ممكن اكتبها ايش اي1 برايم زائد انا بدي اوزع ال r r1 i1 ناقص r1 i2 ناقص 12 يساوي 0 هي المعادله الاولى انا بدي اخلي i1 برايم في طرف هسه بنعرف ليش ال i1 برايم بدي اخليها في طرف i1 برايم تساوي سالب r1 i1 ون زائد R1 I2 زائد 12 طبعا هانا عندي ال فبدي أقسم الكل على L فهي المعادلة اللي قسمنا على معامل ال I1 برايم اللي هو ال L1 قسمنا المعادلة على L1 طيب نعوض هسه I1 برايم تساوي ال L مقدارها واحد بالتالي هانا الأربعة ال R1 مقدارها سالب هانا 4 I1 زائد 4 I2 زائد 12 هاي المعادلة الأولى. طيب نشوف المعادلة الثانية أنه هنا واحد على سي في تكامل I2 بالنسبة لتي إلى آخره. طيب، هنا عندنا مشكلة بالتكامل فبدنا نشتق كل المعادلة عشان أتخلص من التكامل. فبدنا نقول واحد على سي. بدي أشتق أول طرف بصير I الناتج I2 زائد R2 في مشتقة الـ I2 زائد R1 بدي أوزعها في I2 طبعًا المشتقة ناقص R1 في I1 في المشتقة لأن أنا هيك استقيت المعادلة كاملة يعني وزعت الـ R واستقيتها واستقيت الـ I1 والـ I2 طيب هسا عندي هنا الـ I2 بقدر أخذ عامل مشترك وأقول I2 برايم في R1 زائد R2 زائد واحد على C في تكا في ضرب I2 ناقص R1 I1 برايم تساوي 0 نخلي الـ I2 في طرف لحاله فنقول I2 برايم في R1 زائد R2 تساوي سالب واحد على C I2 زائد R1 في I1 برايم طيب آه طيب هنا عندنا الـ I1 برايم وهنا عندنا I2 برايم فالـ I1 آه الـ I1 برايم يعني بدي أعوض مكانها لو إيش؟ المعادلة اللي بسطناها قبل شوي عشان ما يصير عندي إلا مشتقة واحدة في المعادلة الثانية. فبدنا نقول i2 برايم في r1 زائد r2 تساوي سالب واحد على c i2 زائد r1 نضرب ال r1 بسالب 4i1 زائد 4i2 زائد 12. طيب بدنا بدنا نعوض هنا i2 برايم 6 زائد 4 اللي هي 10. تساوي سالب 1 على 0.25 I2 زائد R1 اللي هي 4 في سالب 4 I1 زائد 4 I2 زائد 12 I2 برايم في 10 تساوي أنا سالب 4 I2 زائد آه 16 I2 ناقص أربعة أو ناقص ستة عشر أي ون زائد أربعين ثمانية وأربعين أنا وزعنا الأربعة داخل القوس طيب أنا عندي اللي هو سالب أربعة أي تو وعندي موجب ستة عشر أي تو عشرة أي تو برايم تساوي سالب ستة عشر أي ون زائد اثنا آه، أي تو زائد ثمانية وأربعين طيب نقسم المعادلة على معامل I2 تساوي سالب 1.6 I1 زائد 1.2 I2 زائد 4.8 وهيك بنكون طلعنا المعادلة الثانية طيب هنا إذا بنلاحظ عندي I1 برايم I2 برايم وعندي هنا داخل المعادلة المعادلة نفسها مضروبة في I1 و I2 هالنفس نفس الاشي المعادلة نفسها مضروبة في I1 و I2 إذا بنتذكر قلنا أنه x زي ما أخذنا تساوي xy dx على dt تساوي x برايم y برايم وكانت الـ general solution للـ للشابتر الرابع اللي هو system of differential equation dx على dt تساوي ax زائد f of t طيب لو بنلاحظ هان نفس اللي كان نفس اللي طبقناه في اول الموضوع على التشابتر بنقدر نطبقه هان بس في اختلاف بسيط اللي هي الرموز يعني قبل كنا نقول دي اكس على دي تي تساوي كذا ودي واي على دي تي تساوي كذا هانا بس الرموز اللي تغيرت يعني هانا صار عندي دي دي اي 1 على دي تي ودي اي 2 على دي تي بس تغيير رموز فبنقدر نستخدم نفس الطريقه عشان نوجد حل لـ i1 و i2 عشان نطلع الج... الجنرال سوليوشن طيب هسه انا عندي معادلتين بدي اكتبهم صيغه اللي هو الجنرال فورم عشان اقدر عشان اقدر احل المعادله طيب دي اكس على دي تي تساوي اللي هي i1 برايم i2 برايم يساوي طيب نيجي نطلع على i1 معامل I1 طلع المعادلة اللي هي المعادلة الأولى معامل I1 سالب 4 هذا معامل I1 سالب 1.6 طيب هذا معامل I2 4 معامل I2 في المعادلة الثانية 1.2 هاي كلها بدي أضربها I1 و I2 بدي أتأكد لو ضربنا الصف في عمود بتطلع معي المعادلة الأولى الصف الأول في العمود تطلع معي المعادلة الأولى وضربت الصف الثاني في العمود الأول بتطلع معي المعادلة الثانية. طيب زائد هان عندي 12 اللي هي عبارة عن الـ F of T وهان عندي 4.8. هي 12 وهي 4.8. زي ما بنلاحظ هان هي دي أكس على دي T هي الماتريكس اللي هي A هي اللي هي الإكس X وهي F of T. بالتالي أنا بقدر أحل هاي المعادلة باستخدام الطرق اللي كنا نحل فيها. طيب بعد ما حددنا المعادلات وحولناها لماتريكس هسه نقدر نحل السؤال كأي ماتريكس عادية. فأنا زي ما بنلاحظ عندي الماتريكس A مضروبة في X زائد F of T، F of T لا تساوي 0 بالتالي هاي non هوموجينيوس هسه احنا ممكن نحلها باستخدام نون هوموجينيوس بس بنحلها باستخدام الفاريشن اوف باراميتر عشان نعرف كيف البروسيجر وكيف طرق الحل. طيب. هاي الفاريشن اوف باراميتر زي ما بنلاحظ الجنرال فورم آه هيو آه يعني مطبق عندي x اكس عادي تي تساوي اكس زائد اف اوف تي الجنرال سوليوشن اللي هو حل المعادله اكس تساوي اكس اتش زائد اكس بي اكس اتش زي ما بنعرف هي الهوموجينيوس سوليوشن يعني شو الهوموجينيوس سوليوشن معناها انه اف اوف تي بنعتبرها تساوي زيرو يعني كانها مش موجوده فبنحل السؤال على انه a مضروبه في اكس طيب اول شيء كنا نطلع كنا نوجد اللمدا عشان نطلع اللي هو الاكس اتش عشان نوجد الهوموجينيوس سوليوشن طيب دي نوجد لمدة كنا نطلعها من خلال الديتيرمين تبعت A ناقص لمدا I ال A موجودة عندي لمدا I عبارة عن ولمدا I تساوي لمدة 0 0 لمدة A ناقص لمدا I هي لمدا I هي إيه آه يعني بنبدا نطرح التو ماتريكس مع بعض زي ما قلنا نطرح كل حد مع الحد المقابل له يعني ناقص 4 ناقص لمده هي الحد الاول الحد الثاني زائد 4 ناقص 0 الحد الثالث ناقص 1.6 ناقص 0 الحد الرابع 1.2 ناقص لمده هيك بطلع الناتج هسه بدنا نوجد الديتيرمنل هاي الماتريكس عشان نطلع آه اللي هو الايجن فاليو اللمده طيب كيف بنطلع الديتيرمنل نضرب سالب 4 ناقص لمدا ضرب 1.2 ناقص لمدا بعديها ناقص هي الناقص من القانون زائد 4 ضرب ناقص 0.6 انا زائد موجب 4 في ناقص 0.6 تساوي 0 بسطنا المعادلة ضربنا طلعت معنا المعادلة لمدا التربية زائد 2.8 لمدا زائد 1.6 تساوي 0 هسه المعادلة صعب نحلها بشكل مباشر فبدنا نستخدم القانون العام عشان نحل المعادلة طيب القانون العام اللي هو سالب بي زائد ناقص جذر بي تربيع ناقص 4 اي سي على 2 اي طيب شو هو الاي بي سي نيجي للمعادله الاخيره اللي عندنا اللي بدنا نطلع الجذور لها مع... ايه اللي هو بيكون معامل لمده تربيع ايه شو معامل لمده تربيع واحد هي الايه طيب هيك وجدنا ايه بدنا نوجد بي بي اللي هو معامل لمده بي تساوي 2.8 سي اللي الثابت شو الثابت بالسؤال عندي 1.6 هي اي بي سي موجودات عندي بنعوض بالقانون طيب سالب بي يعني سالب 2.8 زائد ناقص جذر بي تربيع 2.8 تربيع ناقص 4 في A اللي عندي في السؤال 1 في C اللي هي 1.6 على 2 ضرب A اللي عندي 1 طيب هسه مرة بنعوض موجب مرة بنعوض سالب هان إذا عوضنا موجب بتطلع معي لمدة تساوي سالب 0.8 إذا عوضنا سالب لمدة بتطلع معي سالب 2 هيك إيه بنكون حددنا لمدة باستخدام القانون العام طلعنا لمدة لمدة زي ما بنلاحظ مختلفات فالجنرال سوليوشن اكس تساوي سي 1 كي 1 اي e قوه لمدا 1 في تي زائد سي 2 كي 2 اي e قوه لمدا 2 في تي طيب هسه نطلع كي 1 وكي 2 كنا نطلع الكي 1 والكي 2 باستخدام العلاقه اي ناقص لمدا اي الكل مضروب في اكس يساوي 0 اي ناقص لمدا اي هي موجوده هنا عندي بالسؤال طيب فهان شو بدنا نسوي بس بدنا نعوض مكان اللمدا سالب 2 نعوض مره لمدا سالب 2 مره بنعوضها سالب 0.8 بنعوض اللمدا اللي هو هان سالب 2 وبدنا نضربها في اكس اكس فرضناها اي 1 اي 2 تساوي 0 نفس القوانين او يعني نفس القواعد اللي كنا نطبقها سابقا هسه بدنا نضرب سالب 4 ناقص ناقص 2 تطلع هي سالب 2 وهان 1.8 ناقص ناقص 2 تطلع 2. 1.2 ناقص ناقص 2 2.2 طيب هسه بدنا نضرب صف بعمود بتطلع سالب 2 في A1 زائد 4 في A2 تساوي 0 هنا سالب 1.6 في A1 زائد 2.2 في A2 تساوي 0 عندي معادلتين المعادلة الأولى أسهل فأنا بدي أطبق عليها بقدر أطبق على المعادلة الثانية بس نطبق على المعادلة الأولى عشانها أسهل نفرض هنا A1 تساوي 2 بتطلع معنا A2 يعني هانا نفرض هاي A1 2 2 سالب 2 ب 2 هي سالب 4 هناك بتصير 4 4 على 4 تساوي 1 ال ك1 تساوي a1 a2 وتساوي 2 1 ال a1 فرضناها 2 ال a2 طلعت معنا 1 طيب بعد ما طلعنا كي 1 بدنا نوجد كي 2 بدنا نعوضها هان عوضنا لمده تساوي سالب 2 هان بنعوض لمده تساوي سالب 8 بنستخدم نفس القانون a ناقص لمده i في x تساوي 0 a ناقص لمده i اللي هي هان آه نفس ما هي بس بنعوض مكان اللمده سالب 0.8 طيب سالب 4 ناقص ناقص 0.8 بتطلع 3.2 بالماينس انا 1.2 ناقص ناقص 0.8 بتطلع آه اللي هي 2. طيب هسه بدنا نضرب صف بعمود اللي هو انا عندي سالب 3.2 في a1 زائد 4 في a2 هاي المعادله الاولى تساوي 0. المعادله الثانيه سالب 1.6 في a1 زائد 2 في A2 تساوي 0 بشوف شو المعادلة الأسهل إلي بعوض فيها المعادلة الثانية أنا اخترت المعادلة الثانية طيب أنا هنفرط A1 تساوي 1 بالتالي A2 بعد التعويض يعني هنرفض هاي A1 تساوي 1 بنحل المعادلة بنطلع A2 A2 طلعت معنا 0.8 K2 تساوي A1 A2 وتساوي 1 والا 2 اللي هي 0.8 هسه الجنرال سوليوشن عندي اللي هو X هاي من هان X x تساوي c1 في k1 k1 هنا عندي كم طلع طلعنا 2 1 في e قوه لمدا 1 كم اللمدا اللي هي سالب 2 في t زائد c2 k2 k2 عندي طلعناها 1 و0.8 في لمدا في e قوه لمدا 2 اللي هي سالب 0.8 في تي اخ بنكون طلعنا الاكس اتش طيب هذا بعد ما طلعنا الاكس اتش الاكس -X تساوي اكس اتش زائد اكس بي الاكس اتش طلعناه الاكس بي تساوي الفانديمنتال ماتريكس في تكامل الانفرس الفانديمنتال ماتريكس في اف اوف تي دي تي يعني هسه بدنا نطلع الفانديمنتال ماتريكس الاكس اتش زي ما قلنا طلعناها بس انا عندي اكس 1 واكس 2 لازم نطلعهم الاكس 1 هي عبارة عن اي قوة سالب 2 في تي اللي هي اي قوة لمدة 1 في تي الاكس 2 عبارة عن اي قوة لمدة 2 في تي اللي هي أنا عندي ايش اي قوة سالب 0.8 في تي طيب بس نطلع الفندمنتال ماتريكس طيب انا عندي اكس اتش زي ما زي ما اخذنا اكس اتش تساوي سي 1 في كي 1 اللي هي 2 1 في اي قوة سالب 2 تي زائد C2K2 اللي هي 1 و 0.8 في E قوى لمدة 2 اللي هي سالب 0.8 في T طيب حددنا وقلنا أنه E قوى لمدة 1 في T هي عبارة عن X1 اكس X2 اكس هي عبارة عن اللي هو E قوى لمدة 2 في T طيب هسنا نطلع الفنديمنتال ماتريكس الفنديمنتال ماتريكس هي الجزء من الاقتران اكس اتش كيف نطلعها هسه بنشوف اكس اتش بنقول تساوي انا عندي السي 1 والاي قوة لمدا 1 في تي بدي اوزعها داخل الماتريكس توزيع يعني بدي اضرب عدد خارجي في ماتريكس فانا بنقول انه تساوي سي 1 في 2 2 سي 1 ضرب اي e قوة سالب 2 T سي 1 في 1 سي 1 في اي e قوة سالب 2 T هاي الماتريكس المصفوفة الاولى زائد انا نسوي نفس الاشي بنضرب السي 2 بنضرب الاي e قوه سالب 0.8 تي نقول 1 في سي 2 سي 2 في اي e قوه سالب 0.8 في تي هل نفس الاشي 0.8 سي 2 في اي e قوه سالب 0.8 في تي طيب هسه انا عندي ماتريكس عباره عن صفين في عمود وانا ماتريكس عباره عن صفين في عمود واحد بالتالي بقدر اجمع كل عنصر مع العنصر المقابل له بقدر اقول انه اكس اتش تساوي 2 c 1 في اي e قوه سالب 2 t زائد c 2 في اي e قوه سالب 0.8 t انا بنقول c 1 في اي e قوه سالب 2 t زائد 0.8 c 2 في اي e قوه سالب 0.8 t اذا جمعنا كل عنصر مع العنصر المقابل له بس هذا اللي سويناه احنا لهسه شو يعني لساتنا ضمن الاكس اتش ما طلعنا منها بس بسطنا الماتريكس وخليناها كلها ماتريكس واحده هسه الفندمنتال ماتريكس انا اطلعها لازم اخلي السي 1 والسي 2 في ماتريكس لحالي يعني لازم اطلعهم برا الماتريكس فبدنا نقول اكس اتش تساوي شو عوامل السي 1 بالصف الاول عوامل السي 1 2 في اي e قوه سالب 2 تي طيب عوامل C1 في الصف الثاني واحد ضرب اللي هو E قوة سالب 2T عوامل C2 في الصف الأول اللي هو E قوة سالب 0.8 في T عوامل C2 في الصف الثاني 0.8 في E قوة سالب 0.8 في T مضروبة في C1 سي C2 سي طبعا نتأكد من حل صح ولا لا نضرب صف بعمود 2 في اي e قوه سالب 2 تي ضرب سي 1 بيطلع معي الحد الاول زائد هاي الاشاره زائد اشاره الاي زائد اللي هو اي e ضرب او سي 2 ضرب اي e قوه سالب 0.8 تي هي بيطلع معي الحد الثاني طلعت معي المعادله الاولى شوف المعادله الثانيه نضرب صف ثاني بعمود اول سي 1 في اي e قوه سالب 2 تي طلع معي الحد الاول الحد الثاني سي 2 في في 0.8 في اي قوه سالب 0.8 في تي هي طلع معي الحد الثاني بالتالي المعادلتين طلعوا معي فانا شو سويت فعليا نفس الاكس اتش بس غيرت في صيغه الماتريكس شوي هسه هاي هي الفانديمنتال ماتريكس اذا شو بنسوي هاي المعادله اكس اتش نضرب العناصر بنبسط الماتريكس قدر الامكان بنجمع تطلع معنا هاي الماتريكس نفصل السي 1 والسي 2 عن الماتريكس فالماتريكس المضروبة في C1 C2 هي بتكون الفندمنتال ماتريكس طيب هسه نرجع للقوانين هنا عندي القوانين طيب هنا طلعنا الفندمنتال ماتريكس اه بدنا نوجد الانفرس للفندمنتال ماتريكس ونضربها في F of T يعني نسجل قانون إكس بي إكس بي تساوي Fundamental ماتريكس في تكامل الانفرس الفونديمنتال ماتريكس في اف اوف تي دي تي طيب طيب هنا قبل ما نوجد اللي هو الانفرس الفونديمنتال ماتريكس نرجع الفونديمنتال ماتريكس شوي اذا بنلاحظ هان انه هنا عندي عناصر كي 1 اللي هي 2 و1 هي 2 وهنا عندي 1 مضروبه في اي قوه سالب 2 تي يعني اي قوه سالب 2 تي بدنا نوزعها على 2 وعلى 1 هي طلع معي الصف الاول او عفوا طلع معي العمود الاول نشوف العمود الثاني هو عباره عن عناصر اللي هو الكي 2 اللي هي 1 و0.8 هي 1 انا عندي و0.8 مضروبه في الاكس 2 فانا ممكن نقول انه الفانديمنتال ماتريكس عباره عن عناصر الكي 1 اللي ممكن نسويها اي نسميها اي 1 A2 مضروبة في X1 وعناصر الـ K2 اللي هي عبارة عن A1 A2 مضروبة في X2 أنا عندي عناصر هذول قيم الـ K1 وهنا عندي قيم ال 2 يعني هنا مثلا عندي لو بدي اطبق مباشرة ال 1 شو قيمها؟ 2 و1 هي هنا عندي 2 و1 فهم بدي احط 2 و1 ضرب ال X1 ال X1 قلنا ايش هي عبارة عن اي e قوة لمدا 1 في تي اللي هي اي e قوة سالب 2 في تي يعني نضرب هنا اللي هو اي e قوة سالب 2 تي وهنا في اي e قوة سالب 2 تي ال K2 عندي عناصر او قيم ال 2 اللي هي 1 و 0.8 هي 1 و 0.8 في ال X2 اللي هي اي e قوة سالب 0.8 في تي هنا ضربنا في اي قوة اللي هو في الاكس 2 اللي هي اي قوة سالب 0.8 في تي طيب هاي يعني طريقة سريعة إذا بدنا نطلعها بدون آه بدون الاختصارات والشغلات هاي هسه طيب هسه بدنا نطلع الانفرس للفندمنتال ماتريكس قانون الانفرس زي ما أخذنا الانفرس تساوي واحد على الديتيرمين للماتريكس ضرب هسه احنا كنا نضرب بمصفوفه معينه فنيجي للفاندمنتال ماتريكس كنا شو كنا نسوي هان؟ كنا نقلب الدياجونال يعني نخلي 0.8 في اي قوه سالب 0.8 تي مكان 2 في اي قوه سالب 2 تي نغير اماكنهم طيب فانا شو بدنا نقول؟ 0.8 في اي قوه سالب 0.8 تي وهنا بدها تصير 2 في اي قوه سالب 2 تي يعني بس قلبنا اماكن الدياجونال بالنسبة للعناصر الثانية كنا نضرب أو كنا نغير إشارتها يعني هنا عندي إشارتها موجب راح تصير سالب إي e قوة سالب 2T وهنا راح تصير الإشارة سالب إي e قوة, زي قوة سالب 0.8T بس غيرنا الإشارات هيك كنا نسوي طيب هسه بدنا نطلع الفا... الـ, الـ للماتريكس هاي هذا طبعا من القانون اذا الديتيرمين تساوي طيب يجي عم نطلعها بدنا نضرب فهمنا نقول اثنين في اي قوة سالب اثنين تي ضرب 0.8 في اي قوة سالب 0.8 في تي زائد او عشان نطلع الفاندي متى كنا نضرب بعدين نقول ناقص من القانون هاي نضرب هيك اللي هي اي e قوه سالب 0.8 تي ضرب اي e قوه سالب 2 t هون بيساوي طبعا هانا عندنا قاعدين بنضرب وهنا عندي الاساس مشترك شو يعني اساس مشترك يعني مثلا لما اقول اكس تربيع ضرب اكس تكعيب هانا عندي الاساس اللي هو اكس مشترك فبقدر اجمع فاذا كان اساس مشترك بنجمع الاسس فانا بنقول اكس 2 زائد 3 5 هيك الناتج هاي نفس الشيء طبعا هاي بالضبط فانا نفس الشيء بدنا نضرب 2 في 0.8 بيطلع معنا الجواب 1.6 طيب اي e. انا عندي سالب 2t يعني هاي بدنا نقول سالب 2 سالب 2t زائد ناقص 0.8 بيطلع معنا الجواب سالب 2.8t، ليش بنكون طلعنا الحد الأول، الحد الثاني ناقص واحد في واحد واحد، طيب هانا عندي ايه؟ سالب 0.8 في t، وهانا عندي سالب 2t، طبعا بينهم هانا في عندي علامة ضرب، هانا بيطلع مع الجواب سالب 2.8 في t، يعني هانا نقول بما إنه الأساس مشترك سالب 0.8 زائد ناقص اثنين بيساوي سالب 2.8 طبعا تي وهنا تي وهنا كمان تي طيب هانا تساوي هانا عندي اي قوة سالب 2.8 تي فانا عندي كمان نفس الاشي اي قوة سالب 2.8 تي يعني الاساس اللي هو اي مشترك والاس كمان مشترك فبقدر اجمع 1.6 ناقص طبعا هنا معاملها واحد طلع معي الجواب 0.6 في اي قوه سالب 2.8 في تي هسه هانا مثلا زي لما اقول مثلا 2 x ناقص x تساوي الاساس عندي اللي هو اكس مشترك الاسس عندي مشتركه هانا واحد وهنا واحد 2 ناقص 1 1 x طيب احنا بنكون طلعنا الفاندمنتال ماتريكس هسه نيجي على القانون بدنا نطبق فاي انفرس تساوي واحد على الفندمنتال ماتريكس هي طلعنا قيمتها ضرب اللي هو الماتريكس اللي طلعناها قبل شوي طيب هل نقول ان الفندمنتال ماتريكس الانفرس الها يساوي واحد على الفن الديتيرمن للفندمنتال ماتريكس اللي هو اللي طلعناها 0.6 في اي قوه سالب 2.8 تي ضرب الماتريكس اللي حددناها اللي هو 0.8 في اي قوة سالب 0.8t، انا عندي سالب اي قوة سالب 2t، انا عندي 2 في اي قوة سالب 2t، انا سالب اي في سالب او قوة سالب 0.8t، طيب هسه صار عندنا توزيع عادي بدنا نوزع، بدنا نوزعها على الماتريكس كاملة، فبدنا نقول الفاي انفرس اوف تي تساوي 0.8 في اي قوة سالب 0.8 t على 0.6 في اي قوة سالب 2.8 t نفس الاشي سالب اي قوة سالب 2t على 0.6 في اي قوة سالب 2.8 t سالب اي في سالب قوة سالب 0.8 t على 0.6 في اي قوة سالب 2.8 تي هان 2 اي قوة سالب 2 تي هي من هان لنضربها في هذا الحد بيطلع معي سالب او على سالب 0.6 في اي قوة سالب 2.8 تي تالي هان الانفرس للتي تساوي طيب هسه هنا عندنا 0.8 على 0.6 يعني بدنا نبسط حد حد طيب 0.8 على 0.6 بيطلع معنا اللي هو 1.33 طيب هسه هانا عندنا قسمة يعني هانا شو مثلاً؟ هانا لما اقول x قوة 3 مثلاً على x قوة 2 الأساس عندي اللي هو x مشترك لما يكون عندي الاساس مشترك ويكون عندي قسمه شو كنا نسوي؟ كنا نضر... كنا نطرح الاسس، فبنقول ثلاث ناقص اثنين يساوي واحد، بالتالي هنا الجواب اكس قوه واحد، هنا نسوي نفس الاشي الاساس اي مشترك عندي آه فبالتالي بقدر اطرح الاسس، فانا شو بنقول؟ بنقول هان في في الماتريكس هاي او في العنصر هذا بنقول سالب طبعا ب... هانا آه بس نطلع قيمة الاي اللي هو سالب 0.8 تي ناقص لانه هانا قسمه ناقص 2.8 تي كم بيطلع معنا الجواب بيطلع 2 2 تي لانه هاي ناقص ناقص بتصير زائد فهانا بنقول في اي قوه 2 تي طيب نيجي للحد مثلا اللي هو الثاني نيجي للحد الثاني سالب 1 على 0.6 بيطلع الجواب 1.66 هانا عندي سالب 0.8t طبعا بما انه عندي قسمها تصير ناقص ناقص 2.8t طلعناها سابقا تساوي 2t هان نفس الاشي سالب 1 على 0.6 راح تطلع سالب 1.6 6, آه... 6. هنا بيطلع معنا سالب 2 ناقص لانه هانا عندي قسمه ناقص 0.80 هاي طلعنا قيمتها أه طيب هانا طبعا بتصير لا هاي ما وجدناها هانا عندنا سالب زائد 2 زائد 2.80 وتساوي 0.8 اذا هانا اي قوه 0.8 تي انا عندي 2 على 0.6 تطلع 3.33 ثلاث. 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 طيب في اي نطلع هنا قيمة الـ اللي هي عبارة عن الأس تبعها اللي هو سالب 2 تي الأس اللي في البسط ناقص لأنه في قسم الأس اللي في المقام سالب 2.8 تي بيطلع مع الجواب كمان 0.8 طيب احنا هيك بنكون حددنا الفا الانفرس للفاندمنتال ماتريكس طيب نرجع للقوانين هنا عندي القوانين الفاندمنتال ماتريكس حددناها الانفرس حددناها ضايل الانفرس في اف اوف تي طيب فهنا بنقول الانفرس الفاندمنتال ماتريكس ضرب اف ضرب اف اوف تي تساوي هاي الانفرس عندي اللي هي 1.33 في اي قوه 2 سا... T انا عندي سالب 1.66 في اي قوه قوه 0.8 T انا عندي 1.66 في اي قوه 2 T انا عندي 3.33 في اي قوه 0.8 T طيب هاي بنضربها بالاف اوف تي الاف اوف تي آه هاي هان عندي الاف اوف تي اللي هي من اول يعني بدايه الماتريكس اللي هو السؤال الاف اوف تي عندي 12 و4.8 يعني بدنا نضرب هانا ب 12 وهانا 4.8 طيب ناتج الضرب يساوي انا نقول هو يساوي نضرب صف اول بعمود اول هذا بنقول ثلاثة ثلاثة في اي قوة اثنين تي ضرب 12 زائد طبعا انا عندي قبل ما اضرب لازم اتاكد انا عندي صفين في عمودين يعني اثنين ضرب اثنين انا عندي صف صفين كمان في عمود واحد صفين بعمود انا زي ما بنلاحظ قلنا عشان اقدر اضرب لازم تكون عدد الاعمدة يساوي عدد الامدات في الماتريكس الاولى يساوي عدد الصفوف بالثانيه هذا متساويات بقدر اضرب طيب الماتريكس المحصله شو السايز تبعها قلنا 2 و1 هي الاعداد الثانيه 2 ضرب 1 تمام يعني صفينا بعمود واحد فانا بنقول طيب زائد 4.8 ضرب اللي هو هنا 1.6 في اي قوه 2 تي طيب هسه بنضرب صف ثاني في عمود اول سالب 1.66 في اي قوه 0.8 تي ضرب 12 زائد بدنا نضرب اللي هنا 3.33 في اي قوه 0.8 تي ضرب 4.8 هان عندنا ضرب عادي بيطلع معنا الجواب هان بيطلع معنا الجواب بدنا نضرب 12 في 1. <applause> في اللي هو 1.33 بيطلع معنا 15.9 6 في اي قوة 2 زائد طيب آه هان عندنا بس شغلة صغيرة هان عندنا سالب فنسينا هان نحط السالب وهنا كمان بصير عندنا سالب بالتالي هان بده يكون عندنا سالب وهان تصير سالب آه 4.8 في 1.6 تطلع اللي هو 7.9 ستة ستة في اي قوة اثنين تي طيب هل نفس الشيء بدنا نضرب بيطلع معنا اللي هو سبعة طبعا بالسالب بوينت تسعة ستة, ستة في اي قوة زيرو بوينت ايت في تي انا زائد ثلاث بوينت ثلاث, ثلاث أربعة بوينت ثمانية بتطلع لي خمستاش بوينت تسعة ثمانية اربعة في اي قوة زيرو بوينت ثمانية تي السهانه اذا بنلاحظ عندي اي تربيع وهانا كمان طبعا هانا عندي تي هانا عندي اي قوه 2 تي وهانا عندي اي قوه 2 تي فهانا بقدر اجمع العوامل يعني هانا لما اقول مثلا اللي هو اكس تربيع زائد 2 اكس تربيع بيساوي هانا عندي اكس تربيع العوامل والاسس آه عفوا الاساس والاسس عندي متساويه بقدر اجمع 2 زائد 1 3 اكس تربيع هالنفس نفس الشيء بقدر اجمع لانه الاسس و الاسس والاساس متشابه فبقدر اجمع فانا بقول 15.96 زائد انا عندي ناقص 7.966 بتطلع اللي هي 7.994 طبعا اي قوه 2 اي قوه 2 تي هالنفس نفس الشيء عندي اي قوة سالب 8 تي وهذا نفس الشيء إذا الأساس اللي هو الإي والأسس اللي هو 0.8 تي متشابهات بقدر أجمع الأعداد اللي هان سالب 7.96 زائد 15.984 بيساوي 8.018 إي قوة 0.8 تي هيك احنا بنكون طلعنا اللي هو الفاندمنتال ماتريكس الانفرس الها في اف of طيب نرجع للقوانين <applause> هاي القوانين بعد ما طلعناها هسه لازم نكامل آه يعني تكامل الانفرس للفندمات الماكت في الاف اوف تي طيب هذا بنقول تكامل الانفرس الفونديمنتال ماتريكس اف اوف تي طبعا دي تي يساوي أنا عندي ناتج الضرب اللي هو سبعة بوينت تسعة تسعة أربعة في إي e قوة اثنين تي على اللي هو ثمانية بوينت زيرو ون في إي e قوة زيرو بوينت ايت تي طبعا بدنا نكامل هاي الماتريكس كاملة كيف بنكاملها؟ بنكامل كل حد لحاله يعني مثلا فلنفترض هذا انه الناتج مثلا هان طلع معي مثلا ها نقول هان A B C D وبينهم مثلا في آه اللي هو جمع بس اجي اكامل بكامل ال A لحاله بكامل ال B لحال بكامل السي C لحال بكامل ال D لحال اذا بكامل كل عنصر بالماتريكس لحاله فهان نفس الشيء بس اكامل بدي اكامل العنصر اللي هو الـ الاول لحاله وتكامل العنصر الثاني لحاله فانا بنقول تكامل 7.994 في اي قوه 2 تي دي تي يساوي شو تكاملها اللي هو 7.994 على 2 في اي قوه 2 تي وهنا بيطلع الجواب تساوي اللي هو 3.997 في اي قوه 2 طيب حسبنا نكامل العنصر الثاني اللي هو 8.018 في اي قوة 0.8t طبعا ديتي كيف بدنا نكامل ناتج التكامل 8.018 على الاس اللي هو 0.8 في اي قوة 0.8 في t طيب ناتج التكامل بيطلع اللي هو 10 في أو.0. 2 2 اي قوه 0.8 تي هيك طلع لي ناتج التكامل للعنصرين هذا بنقول اذا الناتج هنا التكامل شو ناتج التكامل عندي هان عندي اللي هو 3.997 تسعة. تسعة. في اي قوه 2 تي العنصر الثاني ناتج التكامل له 10.022 تو. تو في اي قوه 0.8 في تي أه طيب هاي اولادة ناتج التكامل، طبعاً زي ما بنعرف بالتكامل أه لما كنا نكامل في التكامل الغير محدود كان يطلع معنا زائد سي بس نكامل، أنا بده يطلع معنا زائد سي وزي ما أخذنا إنه سي عبارة عن دي1 ودي2. هاي هان ناتج التكامل، قلنا آخر شيء بنضيف سي وسي عبارة عن دي1 ودي2، كيف بنطلع الدي1 والدي2؟ أنا بقول لك الدي1 والدي2 تساوي فاي إنفرس. عند التي نود في او ضرب الاكس نود والاكس نود زي ما بنعرف هي عباره عن زي ما اخذنا سابقا اللي هو اكس سمول نود y نود فهذا بنقول عشان نطلع الدي 1 والدي 2 دي 1 دي 2 تساوي فاي انفرس عند التي نود في اكس نود طيب هسه الفاي انفرس عند التي نود التي نود كم طلعت معنا او عفوا الفاي انفرس الفاي انفرس هي طلعت معناها طلعناها اللي هان وتساوي الفاي انفرس 1.33 في اي قوه 2 تي وهنا عندنا سالب 1.66 في اي قوه 0.8 تي هنا عندنا سالب 1.66 في اي قوه 2 تي هنا 3.33 في اي قوه 0.8 تي طيب احنا هناك عوضنا اللي هو الفاي انفرس القانون بيقول فاي انفرس في اكس نود يعني هنا ضرب اللي هو اكس نود اكس نود شو بتساوي؟ بنرجع للسؤال اول السؤال اللي عندنا هنا معطيني طبعا احنا قلنا اول شيء انه اكس كابيتال تساوي اكس واي وقلنا هنا عندنا بتساوي هسه هنا عندنا الرموز تغيرت بدل ما هي اكس واي صارت اي 1 واي تو هسا اي 1 او X عند T هان عندي طبعا التي 0 بتساوي اذا اكس عند التي 0 تساوي كنا نقول سابقا تساوي اكس عند اكس سمول عند 0 Y سمول عند 0 هان مجرد تغيير رموز فانا بتصير i 1 عند الزيرو 0 و 2 عند 0 بالتالي X نود او X عند التايم 0 تساوي I1 عند التايم 0 تساوي 0, I2 عند التايم 0 تساوي 0, هذا جيفن بالسؤال، وزي ما قلنا نقدر نرمز آه لهاي الماتريكس اللي هو آه اللي هو اكس نود، اكس كابيتال نود، فهاي هي الاكس كابيتال نود اللي بدنا نعوض فيها هان، اللي هو 0, 0. إذا أنا عندنا 1.33 في اي، طبعا قلنا بدنا نعوض اللي هو فاي انفرس عند تي نود تي نود معطاه جيفن بالسؤال اللي هان معطى عندي زيرو اذا بدنا نعوض مكان كل تي في الفاي انفرس زيرو فهنا بتصير 2 في زيرو هنا بتصير سالب 1.66 في اي قوه 0.8 في زيرو هنا بتصير عندنا سالب 1.66 في اي قوه 2 ضرب زيرو هنا 3.33 في اي قوة 0.8 في تي هان عندي وقلنا تي تساوي 0 كلها يضرب إكس نود وإكس نود طلعناها 0 0 من الجيفن هسه هنا شو ما يطلع معي نواتج بما انه مضروبه ب 0 ب 0 اذا الناتج النهائي بده يكون عندي 0 اذا دي 1 ودي 2 تساوي 0 0 طيب اذا دي 1 ودي 2 تساوي 0 معناته خلص لانه اي شيء زائد زيرو بيطلع يعني شو اسمه نفس ما هو بالتالي هنا ناتج الناتج كامل اللي هو تبع اه تكامل فاي انفرس اوف تي في اف اوف تي دي تي يساوي 3.997 في اي قوه 2 تي تو تو في اي قوه 0.8 تي نرجع للقوانين هسا احنا طلعنا ناتج التكامل كامل صار معنا والفاي اوف تي معنا اصلا طلعناها قبل هسه نضرب التو ماتريكس فبتطلع معي ما اكس بي اذا اكس بي تساوي فاي او الفندمنتال ماتريكس في تكامل الانفرس الفندمنتال ماتريكس في اف of t dt وتساوي طيب ناتج التكامل طلع معنا 3.997 في e قوة 2t و 10.022 uh, 10 في e قوة 0.8 t 5 of t طلعناها طيب هل فاي اوف تي طلعناها هان بداية السؤال اللي طلعناها من الاكس اتش اللي عبارة عن اثنين في اي e قوة سالب اثنين تي هنا اي e قوة سالب زيرو بوينت ايت تي هنا اي e قوة سالب اثنين تي هنا زيرو بوينت ايت في اي e قوة سالب زيرو بوينت ايت تي طيب هسه عندنا تو ماتريكس بدنا نضربهم عشان نطلع اللي هو الاكس بيه. طيب هسه الماتريكس عندي صفين في عمودين وهي كمان عباره عن صفين في عمود واحد نتاكد يعني هل بقدر اضرب ولا ما بقدر انا عندي العمود الاول او العمود في الماتريكس عدد الاعمدة في الماتريكس الاولى يساوي عدد الصفوف في الثانيه معناته بقدر اضرب طب المحصله او الماتريكس المحصله شو بدها تكون السايز تبعها الاعداد المتبقيه اللي هي 2 في 1 طيب شو الناس نضرب صف في عمود فهمنا نقول اثنين في اي قوة ماينس اثنين تي ضرب ثري بوينت تسعة تسعة سبعة اي قوة اثنين تي زائد هانا عندي اللي هو اي قوة سالب زيرو بوينت ايت تي ضرب عشرة بوينت زيرو تو تو في اي قوة زيرو بوينت ايت تي طيب نضرب الصف الثاني في العمود الأول فهنا إي قوة سالب 2 تي ضرب 3.997 في إي قوة 2 تي زائد 0.8 في إي قوة 0.8 تي ضرب 10.022 إي قوة 0.8 تي أنا بده يطلع معي ناتج إكس بي تساوي طيب هسه أنا عندي هنا في الحد الأول آه طبعاً ها بنقدر نضرب 2 ضرب 3.997 بيطلع تسعة تسعة معنا الجواب اللي هو 7.994 تسعة تسعة طيب هانا عندي إي قوة سالب 2t وعندي كمان اللي هو إي قوة 2t وأنا هنا قاعد بضرب إحنا قلنا بالضرب إذا كان الأساس 1 بنجمع الأسس فهنا بنقول سالب 2t زائد 2t تساوي ايش 0 ثاني هنا في اي e قوة 0 طيب زائد أنا عندي 1 في 10 0.022 أه, طيب هانا عندي اي قوه 0.8 تي وهانا اي قوه سالب 0.8 بس نيجي نجمعهم مع بعض بيطلع الناتج اي قوه 0 طبعا هانا تي وهان عندي تي كمان طيب نشوف الصف الثاني انه هانا 3.997 ضرب 1 بتطلع 3.997 هانا عندي الاي نفس الاشي اي قوه 2 تي اي قوه سالب 2 تي بيطلع معنا الجواب اي قوه 0 تي زائد على 0.8 ضرب 0 0.8 ضرب 10 0.002 بيطلع معنا الجواب 8.017 في اي e قوه هانا ها عندي الاي -E هانا ها طبعا زي ما قلنا هذا الاساس مشترك نجمع الاسس سالب 0.8 وموجب 0.8 بيطلع معنا 0 تي طيب طبعا تي شو ما تكون قيمتها بما انه مضروب بزيرو اذا هان راح يصير واحد وهان واحد هان واحد هان واحد نجمع جمع جبري بيطلع معنا الجواب 18.016 هان بيطلع معنا الجواب 12.014 هيك بنكون طلعنا الاكس بي طيب هسه بنرجع لقائمه او للمعادلات اللي معنا الفاريشن اوف باراميتر هسه نيجي هون طلعت الاكس اتش طلعت الاكس بي الاكس تساوي اكس اتش زائد اكس بي اذا من القانون اكس تساوي اكس اتش زائد اكس بي تعويض مباشر بالقوانين الاكس اتش طلعت معنا اللي هي سي 1 عن 2 اللي هو كي 1 في اي e قوه سالب 2 تي زائد سي 2 في كي 2 اللي هي طلعت واحد و 0.8 في اي e قوة سالب 0.8 تي الاكس بي طلعت معنا هاي اكس اتش زائد اكس بي اللي هي 18.016 و 12.014 طيب هسه انا هان بكون انتهى حلي بس هو معطيني بالسؤال initial value problem معطيني given بالسؤال اذا اعطاني given معناته بده اياني اوجد c1 اوجد c2 اذا بدي اطلع c1 و c2 من الجنرال solution اذا بالسؤال هاي من السؤال x عند الزيرو تساوي i1 عند الزيرو و i2 عند الزيرو وتساوي من السؤال 0 0 هسا انا بدي اعوض هان قبل ما اعوض ممكن اضرب السي 1 في الـ في الـ في الكي 1 وممكن اضرب السي 2 في الكي 2 فانا ممكن اقول الاكس تساوي 2 سي 1 في اي e قوه سالب 2 تي انا عندي سي 1 في اي e قوه سالب 2 تي زائد ممكن اوزع السي 2 والاي e قوه اللي هو سالب 0.8 تي بتطلع هنا سي 2 في اي e قوه سالب 0.8 t بتطلع 0.8 c2 في e قوة سالب 0.8 t زائد 18.0161 عندي 12.014 طيب هسه هاي عندي الماتريكس صفين في عمود واحد وهاي الماتريكس عباره عن صفين في عمود واحد وهاي عباره عن صفين في عمود واحد بالتالي بقدر اجمع العناصر أه كل عنصر مع العنصر المقابل له بالماتريكس الثاني، فأنا بقدر أقول إنه x تساوي 2 c1 e قوة سالب 2t زائد c2 في e قوة سالب 0.8t زائد 18.016 طيب هذا الصف الأول، الصف الثاني c1 e قوة سالب 2t زائد 0.8 c2 في e قوة سالب 0.8 t زائد 12.014 طيب انا هسه بدي اعوض آآآ آه اللي اعطاني اياه بالسؤال اللي هو x عند t0 تساوي 00 وتساوي هسه كل t عندي بالسؤال بدي اعوض مكانها 0 كل تي عندي بالسؤال دا اول مكانها زيرو فبصير عندي 2 سي 1 في اي e قوه سالب 2 في زيرو زائد سي 2 في اي e قوه سالب 0.8 في زيرو زائد 18.016 هانا عندي سي 1 في اي e قوه سالب 2 في زيرو زائد 0.8 سي 2 في اي e قوه سالب 0.8 في زيرو زائد 12.014 ويساوي 0 0 تساوي طيب طبعا هاي بتصير واحد اي واحد فهنا بيطلع معي الجواب اثنين سي 1 زائد سي تو زائد تمنتاش بوينت زيرو هاي اللي هو الصف الاول الصف الثاني C1 زائد 0.8 C2 زائد 12.014 طيب هسا هانا عندي اللي هو خاصية المساواة اللي هو ايش كل عنصر بما انه هان عندي يساوي فانه كل عنصر في الماتريكس اللي قبل المساواة تساوي العنصر المقابل لها في الماتريكس الثاني يعني مثلا هاي الزيرو موجودة في الصف الاول في العمود الاول 2c زائد c2 زائد 18.016 هاي كلها موجوده طبعا كلها عباره عن ايش عن عنصر واحد عن قيمه واحده هاي كلها موجوده في صف اول في عمود اول بالتالي 2c1 زائد c2 زائد 18.016 تساوي 0 هل نفس الشيء c1 0.8 c2 12.014 0 معادلتين مجهولين بقدر اطلع سي 1 وسي 2 سي 1 بتطلع معنا سالب 8.8076 سي 2 بتطلع سالب 0.4008 طلعت سي 1 طلعت سي 2 برجع للمعادله الاصليه بعوض سي 1 وسي 2 ممكن ارجع لهي المعادله او ممكن ارجع للمعادله اللي هان بدي اعوض سي 1 وسي 2 فسي 1 وسي 2 بدي اضربها طيب أنا بنقول X تساوي XH زائد XB وتساوي طيب هسا c C1 هذا من القانون اللي هنا خلينا نكتبه مرة ثانية C1 2 أنا 1 في E قوة سالب 2T زائد C2 1 0.8 في E قوة سالب 0.8T زائد 18.01 61 انا 12.014 سي 1 وسي 2 قيمها صارت عندي تالي اكس تساوي سي 1 اللي هي سالب 8.807 6 بدي اضربها باثنين وواحد فاي قوة سالب 2t زائد سي 2 انا واحد 0.8 طبعا سي 2 قيمتها صارت عندي اللي هي سالب 0.4008 في اي قوة سالب 08 t زائد 18.016 عندي 12.014 طيب بدنا نضرب السي 1 قيمة السي 1 في الماتريكس الأولى بدنا نضرب قيمة السي 2 في الماتريكس الثانية بتطلع معنا x

الصف الثاني سالب 8.8076 في اي e قوة سالب 2 تي زائد ناقص 3.2064 في اي e قوة سالب 0.8 تي زائد 12.014 هنا طلعت سي 1 طلعت سي 2 هنا شو سوينا ضربنا السي 1 في اللي هو في 2 و1 ضربنا السي 2 كمان قيمتها في اللي هو 1 و0.8 ضربنا الاكسبوننشال هان ضربنا الاكسبوننشال هان اخر شيء بيطلع معي لما اضرب تطلع معي مصفوفه 2 ب1 زائد المصفوفه هاي بس اضربها بتطلع كمان معي 2 ب1 اللي هو صفين في عمود زائد هاي كمان صفين في عمود 2 في 1 جمعتها كلها بماتريكس واحده لانه يعني كلهم نفس السايز فبجمع كل عنصر مع العنصر المقابل إلو، فبتطلع معي هنا قيمة x. طيب، هسا اخترعنا قيمة x، x زي ما بنعرف شو بتساوي؟ x تساوي i1 و i2. شو هيك بتساوي x؟ اللي هي سابقا كنا نحكي عنها x و y. بس زي ما قلنا مجرد تغيير رموز. فأنا بنقول: وتساوي i1, i2. هاي معادلة I1 مش X تساوي I1 و I2 إذا الـ I1 اللي هو موجود بالصف الأول في العمود الأول بتساوي بي... أو يساوي العناصر الموجودة بالصف الأول والعمود الأول اللي هو هاي هاي كل العناصر موجودة بصف واحد وبعمود واحد I2 موجودة بالصف الثاني بالعمود الث... بالعمود الأول فهي بتساوي العناصر اللي موجودة بالصف الثاني وفي العمود الأول في الماتريكس الثاني هيك يعني بنكون طلعنا I1 وطلعنا I2 طيب قبل ما نختم لو كان عندي مثلا سؤال وكان مطلوب مني اني احله بالفاريشن اوف باراميتر وطلعت معي قيمه الانفرس للفاندمنتال ماتريكس في اف اوف تي تساوي هاي الماتريكس الموجوده عندي طبعا زي ما بنعرف بالفاريشن عشان اطلع الاكس بي لازم اكامل اللي هو الفاندمنتال ماتريكس الانفرس Fundamental ماتريكس في اف اوف تي بالنسبه للاقتران او بالنسبه للمتغير عفوا تي فانا عشان أكاملها كيف بدنا نكاملها؟ بنقول يساوي طبعا هان عندي جمع وعندي طرح زي ما بنعرف انه التكامل يوزع على الجمع فهان بنقدر نقول تكامل 2 تي اي قوه 2 تي زائد تكامل ثلث اي e قوه تي هان عندي تكامل تي في اي e قوه 5 تي زائد تكامل 1 على 3 اي e قوه 4 تي إذا لما أكامل بكامل كل حد لحاله. طيب هسا بدنا نكامل كل حد. لنقولها تكامل 2t في اي قوة 2t يساوي طبعا دي تي كل هذا بدي اكامله هنا دي تي بالنسبة للمتغير t طيب طبعا هاي t طيب تكامل 2t في اي قوة 2t طبعا هاي بدها تكامل عشان نحلها لازم نكاملها بالأجزاء فبنقول عندي 2t انا عندي اي قوة 2t طيب هسه انا عندي تي آه اذا اشتقيتها بتصفر معي الاي قوه 2 تي ما بتصفر معي فانا بدي اكامل وبدي اشتق 2 تي وبدي اكامل اي قوه 2 تي هاي مشتقتها 2 مشتقتها 0 طيب انا هاي بدي اكاملها بتصير اي قوه 2 تي على 2 وهنا بتصير اي قوه 2 تي على 2 وهنا على 2 مره ثانيه 2 في 2 هي 4 طيب هي زائد ناقص زائد بيطلع معي ناتج تكامل 2 تي في اي e قوه 2 تي على 2 ناقص هي عندي ها ناقص 2 في اي e قوه 2 تي على 4 ويساوي تي اي e قوه 2 تي ناقص انا عندي اللي هو اي e قوه 2 تي على 2 بقدر اخذ بقدر اخذ اي e قوه 2 تي عامل مشترك بصير عندي تي ناقص نص في اي e قوه 2 انا هيك بكون حليت ناتج التكامل الاول طيب نحل ناتج التكامل الثاني اللي هو تكامل ثلث اي قوة تي دي تي يساوي هو نفسه ثلث اي قوة تي هيك نكون حليناها طيب نشوف انا اللي بعده التكامل تي في اي قوة خمسة تي يساوي أنا كمان بدنا نكامل بالأجزاء، لأنه تي بقدر استقها بتصفر معي هاي بكاملها بتطلع معي قيم نقول تي واحد مشتقتها بستقل واحد زيرو، أنا اي قوة خمسة تي، اي قوة خمسة تي على خمسة، اي قوة خمسة تي على خمسة وعشرين، إنه أنا عندي خمسة خمسة بخمسة هي خمسة وعشرين، نضرب هي زائد ناقص زائد، تطلع القيمة تي في اي قوة خمسة تي على خمسة. ناقص اي e قوة خمسة تي على خمسة وعشرين طيب هل عندي آخر شيء لو خلينا نحطه هان تكامل واحد على ثلاث اي e قوة أربعة تي دي تي يساوي كيف نكملها واحد على ثلاث على أربعة اي e قوة أربعة تي وتساوي واحد على اثناش اي قوة 4t طيب هسه ناتج التكامل تكامل فاي انفرس اوف تي في اف اوف تي تساوي هي عندي ماتريكس اول حد كاملناه اللي هو تكامل 2t في اي قوة 2t كم طلع معنا؟ طلع معنا t ناقص نص في اي قوة 2t زائد الحد الثاني اللي هو ثلث اي تي طلع معنا ثلث اي قوة تي طيب نشوف الحد هذا كم طلع معنا اه طيب طبعا هنقدر نقدر ناخذ اللي هو اي قوة خمسة تي عامل مشترك بيطلع معي تي على خمسة ناقص واحد على خمسة وعشرين اي قوة خمسة تي لو بدي اخذ اي قوة خمسة تي عامل مشترك هنقدر نقول تي على خمسة ناقص واحد على خمسة وعشرين كل مضروب في اي قوة خمسة تي زائد تكامل ثلث في اي قوه 4 تي طلعناه اللي هو 1/12 اي قوه 4 تي اذا زي ما قلنا بس اجي اكامل بكامل تكامل عادي فيش في شيء بثثر علي طبعا ناتج التكامل هان بيطلع معي زي ما قلنا اللي هو زائد سي وزي ما قلنا سي في الفاريشن اوف باراميتر بنفرضها دي 1 ودي 2 اذا زائد نقول هان زائد دي 1 d2 d1 و d2 زي ما بنعرف شو بتساوي بتساوي الانفرس الفونديمنتال ماتريكس اند تي طبعا تي هاي بتكون جيفن بالسؤال في اكس نود واكس نود كمان بتكون جيفن بالسؤال يعني تي نود جيفن بالسؤال والاكس نود جيفن بالسؤال اذا ما كانوا معطيات بالسؤال خلص بقول زائد d1 و d2 وانتهينا هيك بكون انتهى التكامل يعني انه ما اعطانيش جيفن بالسؤال فانا ما بقدر اطلع قيمها وهيك بنكون خلصنا شابتر 4